ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير النداوي. أستاذ نظير، بداية مرحبا بك. مع اقتراب الانتخابات، النائب عامر الفايز صرح أن الأحزاب الكبيرة تسخر موارد الدولة لصالح حملاتها الانتخابية. كيف يمكن أن يؤثر سلوك تلك الأحزاب على نزاهة العملية الانتخابية؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة يعني أنت تقول أن التصرفات التي تقوم بها الأحزاب في العراق ستؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، وأنا أجيبك. ومتى كانت العملية الانتخابية منذ الاحتلال ولحد الآن كانت نزيهة؟ في كل مرة يتم يعني إجراء الانتخابات النيابية أو المحلية هي تتخللها يعني إما عملية تزوير أو عملية شراء أصوات أو الضحك على ذقون الناخبين بهدايا هي تستخف بعقول الناخبين أكثر ما هي مساعدة لهؤلاء. فالأمر موضوع النزاهة يعني مشكوك فيه منذ بداية العملية السياسية في العراق، وكل العمليات الانتخابية التي حدثت لم تفرز لنا سوى نفس الوجوه ونفس الاتجاهات السياسية، بل زاد الأمر يعني أكثر وأكثر كلما يعني استمرت هذه العملية السياسية في العراق. نعم. ألو. تعليقك على. ألو. $28 مليون. يعني أليس هذا المبلغ كبير جدا؟ ما تعليقك على هذه المبالغ الكبيرة؟ يعني أنا لا أعرف من أين أتى العبادي بهذا المبلغ الكبير، وهو يعني جاء من لندن، لم يكن مليارديرا ولا تاجر ولا أي شيء. فصرف مثل هذه المبالغ الخيالية على العملية الادعائية لشخصه ولقائمته يعني يدلل بشكل صريح على أن هذا الرجل ومن معه ليست لديهم نزاهة في التعامل مع يعني أموال الشعب والمال العام. فبالتأكيد يعني الأمر واضح باتهامهم بعدم نزاهتهم في التصرف بالمال العام. طبعا هذا الأمر لا يشمل العبادي فقط، إنما كل من هم متسلطين الآن في العملية السياسية هم يعني يعملون بهذا الأمر. والعجيب بالعبادي أنه هو الآن من يتصدر ويقول نريد أن نكافح الفساد، وهذه الحملة الادعائية التي يقوم بها هي دليل على فساده نفسه هو وقائمته. حديث عن بذخ شديد في الدعاية الانتخابية، هذا السلوك سلوك الأحزاب يعني سواء في الإسراف في الإنفاق على الدعاية الانتخابية أو استخدام موارد الدولة، يعني أليس هناك أستاذ نظير قانون الأحزاب المنظم لأعمال الأحزاب في العراق؟ يعني قانون الانتخاب لم يعرج على مثل هذه المخالفات، وحتى يعني بعض المخالفات التي فيها يعني عقوبات ما هي إلا حبر على ورق، بل أن هؤلاء السياسيين لديهم الاستعداد لدفع العقوبات التي تفرضها عليهم المفوضية لأنها مبالغ بسيطة إذا ما سوف يدر عليهم يعني المناصب التي يحصلون عليها من أموال كبيرة. بل وصل الأمر الآن يعني أصبحت أشبه بالبورصة برقم البطاقة الانتخابية. يعني الآن وصلت في جنوب بغداد $200 للصوت الواحد. فإذا ما فكر الناخب بأن يجمع 100,000 صوت بمعنى أنها ستكلف $20 مليون، هذا المبلغ ربما يستطيع النائب جمعه في أول سنة، فما بالك في الـ3 سنوات الأخرى المتبقية من فترته الانتخابية. النائبة نهلة الهبابي قالت أن التحالف الوطني مهدد بفقدان رئاسة الحكومة بسبب انقسامه. يعني هنا الحديث تتحدث عن انقسامات، إلى أي مدى تتوقع ما ذهبت إليه نهلة الهبابي؟ والله يعني أنا لا أتفق مع هذا الكلام، وربما هذا الكلام يندرج في محاولة توحيد الصف الشيعي أو الأحزاب الحاكمة
لدفع الناخبين لإعطائهم أصواتهم بأن الحكومة القادمة سوف تخرج من أيديهم. أما حقيقة الأمر موضوع يعني التحالف يعني استيلاء على سدة الحكم في العراق، هذا أمر قد يعني ضمنته إيران ومن خلفها الولايات المتحدة. هم متفقون على أن هذه النخبة السياسية المنتمية لهذا المكون والموالية لإيران هي من تحكم العراق إلى أن يتغير شيء كبير. يعني لا أظن أن هناك أدنى شك بأن العملية هذه ستسفر عن حكومة مكونة من نفس الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية. شكرا جزيلا لك من إسطنبول المحلل السياسي العراقي الأستاذ نظير النداوي.